كورد لان إداه الواقع في أيلول 2012. رجال الشرطة يطاردون سائقا تجاوز حدود السرعة. أعرضت السلطات هذا الفيديو لتبادل إطلاق الرصاص كريستيان نيكولاس البالغ 19 عاما. بدأت الشرطة بملاحقة كريستيان بعد أن أطلق رصاصة في صدر فرانك جيمس البالغ 29 عاما وأطلق الرصاص على المارة. انعطف كريستيان بسيارته بقوة فخرجت السيارة عن الطريق حيث نزل منها وبدأ بإطلاق الرصاص على الشرطة. ردت الشرطة بكثافة على إطلاق الرصاص وأردت كريستيان قتيلا. برر النائب العام إطلاق الرصاص بالدفاع عن القانون. نيكولاس كان خطرا على الشرطة والمواطنين.